في شيء بيفسر اليوم لبعض الأحزاب يلي نحن برأينا لازم تكون كتير وطيت نسبة الناس يلي بدها تصوت لها بعدها محافظة على نسبة مقبولة. أوكي أكيد وطيو، كل الأحزاب وطيو، كل الأرقام بتفرجي إنه كل الأحزاب وطيت بدون منازع. أوكي كل أحزاب السلطة. بس ليش بعد في ناس؟ يعني هون ما بدنا نستخف كمان بليش كل واحد بيفكر يصوت. أحزاب السلطة الطائفية اليوم عندها طرح كتير قوي، بيجي بقلك أنا الزعيم حامي الطائفة وأنا الوحيد يلي فيه يقدم لك خدمات لأنه الدولة منا قادرة تقدم لك خدمات. اليوم هيدا الشخص يلي هو متكل يلي هو متكل على الزعيم تحت تالي يفوت له ابنه على المدرسة سنة الجاي حتى لو بيعرف انه هيدا ساري ماهر وعاطل وإلى آخره وأكيد بيعرف رح يرجع يصوت للزعيم. فبمحل كمان اليوم ما في بديل عن هيدا الشبكات الزبائنية، وبالتالي كمان الناس يعني بمحل كتير هي بوضع صعب. فهيدا الشيء كمان بيبرر ليش هيدا الأحزاب الطائفية بعدها رح يطلع لها نسبة من الأصوات أكتر مما كنا متوقعين. في كمان التحريض الطائفي يلي ما نستهونه، برك الجيل الجديد هو متحرر من هيدا الموضوع أكتر، بس بعد في الجيل القديم يلي التحريض الطائفي كتير بعده فعال معه. هلأ هون دور الشباب والاختراب، لأن الاختراب بمعظمه مفروض متفلت من هيدي الشبكات الزبائنية، عايش برات لبنان، شغله برات لبنان، بيطلع مصرياته من برات لبنان، فقدر أنه يتحرر من هيدي الشبكة الزبائنية، وبالتالي دور الاختراب بالتصويت كتير أساسي. صح. والشباب كمان يلي على الأقل بالموضوع الطائفي هن منفتحين أكتر، هن مستعدين أنه يسمعوا أكتر، وكمان ممكن أنه يكونوا بعد معلقوا بالشبكات الزبائنية، وبالتالي التعويل هو على الشباب والاختراب بالدرجة الأولى. ومثل ما قلت أنت معين بس